جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن بتوقيع أختين من هناكم زكية وهدى من محافظة لحج. عرضنا بعضا من أسئلتهن في حلقة المذك وفي هذا اللقاء. وصلنا ويقول: في بلدتنا قام الأهالي ببناء مدرسة ثانوية لكنه في مكان كان مقبرة في القديم، وعندما نبشوا تلك القبور لم يجدوا أثرا يردعهم عن أن يجعلوا ذلك المكان مكانا للمدرسة. وحينئذ مسألوا عن مثل هذا، وبعضهم بدأ يتساءل هل هم على حق فيما فعلوا؟ جزاكم الله خيرا. القبور لها حرمتها، لا يجوز الاعتداء عليها، لأنها أصبحت مساكن لهؤلاء الأموات وسبقوا إليها فصاروا أحق بها، فلا يجوز الاعتداء على القبور، بل يجب تسويرها ومنع التعديات عليها وإزالة الضرر عنها من قبل ولاة الأمور. فالواجب على هؤلاء الذين ورد منهم السؤال أن يتقدموا إلى الجهات المسؤولة في بلدهم كالمحكمة الشرعية والبلدية، أن يتقدموا إليهم بالنظر، بطلب النظر في واقع هذه المقبرة وما حصل عليها من التعدي، لإزالة ذلك وحماية هذه المقبرة عن الاعتداء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ضيق الأرض شيخ صالح مبرر للاعتداء على المقابر؟ ليس هذا مبررا، والموتى أحق بقبورهم من الأحياء، والأحياء يذهبون إلى أماكن أخرى. الله جل وعلا قد وسع الأرض، فعليهم أن يذهبوا إلى أمكنة أخرى ليس فيها ظلم لأحد، لا للأحياء ولا للأموات. نعم، جزاكم الله خيرا. الواقع أن القبور لا تزال مهمة في كثير من البلدان شيخ صالح، فبعضها لا يزال مكانا للطرق ولرعي المواشي وحتى لطرق السيارات. لعلم الشيخ كلمة، جزاكم الله خيرا. كلها لا أمر محرم وأذية لأموات المسلمين، والواجب احترامهم ومنع التعدي عليهم بالتطرق من فوقهم بالأقدام أو بالسيارات أو بالمواشي، ومنع البناء على القبور مساكن أو غير مساكن. فالناس في أمر القبور بين مفرط ومفرط، مفرط بالغلو فيها وبناء القباب والمساجد عليها وعمل الشرك حولها وعندها بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم وزخرفة القباب عليها ووضع الستور غير ذلك مما يغرر بالعوام ويوهم أن هذه القبور لها خاصية في جلب النفع ودفع الضر. هذا غلو، وهذا هو الذي سبب وقوع الشرك في قوم نوح لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لما غلوا فيهم جرهم ذلك إلى اتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل. هذا جانب الإفراط في حق القبور. أما جانب التفريط فمثل ما ذكر السائل من إهانة القبور وتعدي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وقال: لا يجلس أحدكم على جمرة وتخرق ثوبه وتنفذ إلى جسمه خير له من أن يجلس على القبر. ونهى عليه الصلاة والسلام عن امتهان الموتى وامتهان القبور لما في ذلك من التعدي على أموات المسلمين، وقال: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. فيجب احترام المسلمين أحياء وأمواتا في قبورهم، لا يعتدى عليهم ولا تستباح مقابرهم، بل تسور بسور يمنعها ويحفظها من التعدي عليها ومن التطرق عليها، ولا تلقى عليها القاذورات أو تسربات المياه أو غير ذلك، لأن لهم حرمة عند الله سبحانه وتعالى، ولهم حق على إخوانهم المسلمين باحترامهم والدعاء لهم والسلام عليهم إذا مروا بهم. فهذا هو دين الوسط بين الإفراط والتفريط، أن تصان القبور وأن تحترم من الامتهان وأن يزال عنها الأذى من غير غلو بأصحابها ومن غير إساءة إليهم بالامتهان.